الطريق إلى روح الراحل نضال سيجري ومشوار حياته تعني الكثير من المتناقضات، زهوة البدايات، سعفة الذهب التي تعاين سقف الحماس. الطريق إليه نفحة البرتقال في غرفته القديمة صوب باب توما. الطريق يعني الشام خلفك والبحر أمامك، وحصارك مفروض بين دعسات تتقفى سحق روحك، وأنت تخفض رأسك مهزوزا تحت وطأة الذكريات. الطريق بسمة الغياب على وجه الشمس، وهي تسقط مترنحة لأنه صار برفقتها هناك. الطريق محاكاة نجم مات منذ 6 سنوات، ولكنه آسر بطغيان ذكراه أينما استدارت بوصلة اليوميات. الطريق يا وجع القلب، يا قلب الوجع، يا عين الله تحرس عائلة سيجتها زوجته وأم أطفاله سندس برهوم برموش عينيها. نضال، وكأنه كتب علينا أن نعيش معك قصة حب مضروبة بمزاج قدر يشرف على إجهاض الكثير من أحلام لم تكمل تشكيل ملامحها. الطريق إليك يا نضال رائحة الشجر، الطريق في الصبح دفق ذكراك، وفي الليل قهر غيابك. الطريق إليك دمعة تهطل من عين من يذكر اسمك بعد كل هذه السنين من الغياب. في طريقنا إلى اللاذقية حيث ولدت وانتميت وعشت ردحا مجبولا بكل شيء آخره الوجع، كان أمامنا سؤال واحد أردنا أن نعود بإجابته. ترى كيف كسرت قاعدة تقول في زحمة الموت لا يحظى الراحلون بدمع وفير؟ وكيف ما زلت تعيش حتى اليوم في قلب كل من عرفك؟ كيف حظيت بكل هذا الدمع وكل هذا الحضور بعد 6 سنوات من الغياب؟ كنت تقول يا نضال متباهيا بحسبك ونسبك وانتمائك الشرعي لأسامة بن منقذ الشاعر والأديب والفارس الذي ولد في قلعة شيزر في منطقة محردة. أجدادك عاشوا في جسر الشغور، لكن والدك سكن في حي شاءت الظروف أن يكون اسمه القلعة، وكأنها عائلة سلاطين حب لا تعرف العيش بمكان أدنى من القلاع الشاهقة. تعلم أن يفضي أسراره للبحر، السرية كانت ضرورة قصوى، لكن أبناء حيه الذين عايشوه طفلا وتربوا معه في بيت واحد ما زال يسكن في وجدانهم حتى اليوم. الخالة أم صديقة طرابلسية لا يعرف أحد أثرها عليه، أما الرجل الطيب أحمد حجازي فسيروي مشاعره يوم حمى نضال اللاذقية من انفجار مهول. أنا حسن طرابلسية وبتحارة القلعة ومن القلعة، وكل عمري في القلعة، ولداني في القلعة، وأنا ضليت هون وأخذت واحد من القلعة. هذا ابني وأخوي وحبيبي وجاري وصديقي وكل الصفة هو. أنا ربيانة، أنا يعني ربيانة عنا، نحن بيتهم فوق وبيتنا تحت، وعلى الروحة والجاية فيني فوت بيلعب مع أولادي من عمر أولادي، هو بفوتوا كل النهار لعنا، هاتي مي، هاتي كذا، هاتي هالشغلة، نحكي بالتليفون، أهلا وسهلا، يعني حسن أولادي ما هنون غريبين عني أبدا، لأنه خلقوا وربيوا في هالحارة. بقى أنا بحبهم كتير، بحب أمهم، بحب أبوهم، بحب أخواتهم، يعني حسن أهلي أخواتي، ما استغرب منهم أبدا، لأنه هن الأهل بالفعل. عنده أم رائعة بتجنن، عنده أب بجنن، وهن أخلاقهم عالية كتير،
نضال يا روحي نضال يا حبيبي نضال، الله يرحمه ويأنسه في رحمته ويجعل مسكنه الجنة، ما في منه في العالم يا حبيبي، هو يا روحي هو. عمره قصير حبيبي، عمره قصير يا روحي، بحب الناس كلها، بحب أهله وأخواته، بحب العالم كله، بحب بلده، بحب وطنه، ما في منه في الدنيا، ما في منه في العالم. شو بدي أوصف لك على النضال يا روحي هو، حبيب قلبي هو. بفراش الموت اللي يعيطوا له لحسن، ما فينا بلا، نحن ما فينا بلا. أنا كانت أمي الله يرحمها كمان تحبه كتير ويذكرها لأمي كتير ويأخذ هيك منها، كيف الجيرة كيف يجي لعندها يرقد لهون، هون كانوا بيت أهلي وأنا كنت هونيكة، ما بعرف إذا أبو العبد أشر لك على البيت، يرقد عند أمي لهون تعمل لهم الشاي، يضحكوا ويمزحوا، اللي أنا بحبها لأمك تروح لعندهم. ضلت علاقته كويسة، ضلت حبيبي، ضل هيك، ضل على طول هيك، هي أخلاقه، لأنه هذه تربيته، هي أخلاقه، ما في منه هذا في الدنيا كلياتها، ما تغير فشي أبدا. لهلا يضل يحبنا، لهلا يضل علاقته معنا، تعال عندي دائما يحكيني، دائما تعال حبيبتي، اللي تعال اللي بدي إجي إن شاء الله، بس هو يضل مشغول، الله يعطيه العافية والله يرحمه ويأنسه برحمته. ربي بحارتي وربي ببيتي وربي عنا بحارتنا وببيتنا، بيتنا كان كبير، يضلوا عنا، تنزل أمه لعنا تقولي يا ما أحلى قعدتك يا أم سدي، يا الله ما أحلى قعدتك، مد إجريها هيك وتقعد تنبسط، لأنه أرضي وبارد ننبسط. هن على الروحة والنزلة بيطلعوا بينزلوا كلياتهم، هو وإخواته نازلين طالعين، يعني ما يحسوا أني هذا بيت مثلا جارتنا أو كذا، لأنه ربيوا، ربيوا مع أولادي، مع أحمد، مع سدين، مع فريدة، ربيوا معهم، يعني ما بشوفوا شيء غريب أبدا أبدا، كأني أهل، نحن أهل. أطلع لعندهم لفوق، أبوي اللي عملي قهوة مسدي، أعمل قهوة، فوت نلعب برجيز، نقعد نلعب بالبرجي، وهيك سهرتنا ونعبي أرجيلة ونقعد صوت الأرجيلة لعنا، طلعي على الأرجيلة، طلعي مسدي بدنا نشرب أرجيلة، أطلع نلعب أنا وأمه في البرجيز، مبسوطين. وإخواته كانوا كمان من قدي، فعندي إخوات صفقة وهيدا كانوا عندهم إخواتهم، مبسوطين كنا كتير، وحياتنا كتير حلوة كانت، كتير كتير مبسوطين. لهلأ كل ما شفته على التلفزيون بترحم له وببكي عليه وبنقهر عليه وبنخض عليه، يا روحي والموت حق. حي القلعة هو صار طفولة نضال سيجري، أساس نضال سيجري، عاش طفولته بحارة القلعة اللي هي هلأ نحن دخلنا أول دخولية عليها، عاش حياة طفولة حساسة كتير، عشق حارته، عشق منطقته، طبعا كانت المنطقة غير هيك، تغيرت على مرور الايام والسنين، كانت اسا اجمل من هيك، كانت عباره عن بريه، عن حاره شعبيه زايده، فنضال كان شعبي زياده لانه حارته هي شعبيه. كنا شويه هيك، هو طبعا اكبر مننا بشوي، كنا نلفي عليه لانه كان هو يدرس بالمعهد، ونقول بدي يصير فنان ومن نلحقه لهالفنان لنشوف لايمتى، فقال انا تاركن ورايح على الشام وتارك الحاره كلياتها، فغادرنا وسافر على الشام وبلشت اخباره تتالى علينا. فيجي هو لعنا، في انا بتذكر موقف كان يجي نضال الله يرحمه، كان في برنامج اطفال اسمه شاركي وجورج، طبعا في الجيل الجديد ما بيعرفه، هو عباره عن سمكتين كانوا بقلب المي، مترجم للاستاذ باسل والاستاذ نضال، هذا قديم بقى، كان يغنينا الغنيه شاركي وجورج الغارقاني في الاعماق، وكانت هيك برامج اطفال كان يشارك فيها هو بالدوبلاج اللي له، فكنا نستمتع فيها، نعرف قبل ما تطلع التلفزيون يكون خبر صحفي قبل ما يطلع التلفزيون، فكان يخبرنا شغلات حلوة وجميلة كتير كتير، وكان يعمل بعض ليك التمثيل بالحارة ويلعب طابة معنا بمدرسة صلاح الدين، كنا هيدي صلاح الدين الأيوبي مدرسة معروفة، فكانت تجتمع جميع أولاد الحارة هيك وشوفوا إني جاي نضال، كانت بداياته، كان بداياته حلوة مع العالم كتير، فلذلك الناس حبته. حتى أنا بذكر كتير مواقف لنضال مع أولاد حارته ومع حتى الغريبين، هو حضاري كان من الصغر يعني أكثر مننا، فكنا نلعب نحن هون، كان في الشرطة العسكرية كان يلعب بالعميرة، إذا حدا بيعرفها هيدي الجورة، فكنا نأنن عليه
شوي كان هو هيك يشوف حاله علينا طيب طريقة حلوة. فنقنن هاي بالطابة العميرة تاعت اللي بيلعبوا فيها فهي جلد، فنسلخوا على ظهره مشان يحس بالضربة. فهو ينطر الدور ما يجي دوره لأنه ما نخلى على دفش، نحن أقل يعني صغار أصغر منه، فنزالك حركين أكثر منه. فكان يحاول إنه يمسك الطابة ليسلك شي واحد منها براسه على جلده. هاي لعبة معروفة اسمها العميرة، بدك تحاول تعمر. فلذلك نقنن وين نضال نضربه واحدة. فكنا هيك أولاد ونفوت على الشرطة العسكرية ناخد من عندهم خبز، كان السمون منفوخ هيك، نحاول ناخد أكل من عند الشرطة العسكرية. فكان يقول شو طالعين تشحدون؟ قال له إير طالعين نشحد من عند الشرطة العسكرية. نطلع هاي القلعة فوق معروف كان كلها خضار، وكنا نطلع نقعد بقى تشوفوا هيك مع هالنسوان عم يحكي. كان العالم بالأول كلها مغطاية لابسة عبايات ما مبينة، يعني ما نعرف هاي عمة مين هاي خالة مين، ما يكشفوا قدام الأولاد. فكانت طفولة حلوة كتير كتير. والمدرسة كنا نجتمع نلعب بالطابة مدرسة صلاح الدين كمان على تكسير وقتل وضرب. يقول بس صير ممثل أنا بفرجيكم. إحنا بنعرف إن نضال كان إنسان يحاول يتعرف على الناس، يتقرب منهم حتى الطبقة الأعلى منه منشان ياخد منه ويتعلم بعدين. كان عم يرسم لشيء هو معين في حياته. فكنا نحن عبارة عن ناس ننبسط وقت نشوف هيك شخصية من الحارة من عنا بدها تصير بيوم من الأيام شخصية معروفة على مستوى الوطن العربي. وأنا بذكر له موقف كتير بالأزمة السورية، يعني أنا ما بنسى بعمري. هو وقفته بالصليبة قتلها فقد العالم بين الجيش. كان موقف رائع، قد العالم بين بعضهم، ولا كانت راح تصير مذبح. أنا هيك موقف ما بنساه، واقف عم تفرج هلاك أنا وباسل ياخور، وهد العالم ولا كانت بتصير مزرعة بنص صليبة لو ما كان هو موجود. كان موجود شخصيتين، أربع شخصيات بشخصية واحدة اللي هي باسل ياخور، نضال سيجري، أسعد خرشوف، وجودة أبو خميس. كانوا موجودين الأربع شخصيات اللي هن هدوا بشكل كانت ممكن تصير تنهي البلد هون باللاذقية وتعمل تفرقة عنصرية. فلذلك كانوا واقفين ولو خانتوا خنجرتوا لنضال سيجري، بس الوطن ما خان. تقلوا لنضال سيجري لو كان عايش هلا رسائلك كلها وصلتنا، وبتمنى نكون نحن إسا كنت تعطينا أكثر من هيك ونشوفك أكثر من هيك، وتمنينا دور ثالث لجودة وأسعاد. بس للأسف الدنيا أخذتك مننا بكير، وانصدمنا جدا جدا. ونضال أنت بالقلب، يمكن كثير من الناس بتعرفني أني أنا ابن حارتك، وكثير من الناس بتتغلط بحارتك، بس أنت إنسان ضليت موجود وراح تضل موجود بقلب كل سوري. حتى الديري ها هلأ بيقول لي جودة، هالديري من دير الزور عم يحاول يقلدك انت والاستاذ باسل، بس رحت بكير وكنا نتمنى انك تضل معنا. الله يرحمك، الله يرحمك. التحليق لم يكن على مسافة يلمحها البشر، الروح كانت دائما ترفرف في علو مهيب تمل ليالي الشتاء المعتمة، فيبحث عن خشب تالف يوقد منه ناراً تذيب بلهيبها جليد الرتابة، ويشوي كاستناء ساحرة عسى الدفء يتدلى حينها من عيون الله. القصب الساكن كان يستفزه، كيف له أن يكون بكل هذا البهاء وما زال جامداً لا يرقص القلب على إيقاع عميق؟ هكذا أسس مع رفيق عمره المصور أنس إسماعيل ناياً يعزف فيه كل الهواجس، كافيتيريا ناي ببضعة أمتار وطابقين والكثير من الصور، وكرسيك أنت يا أبا ويليام فارغ حتى اليوم. كان فقط مخصصاً لنضال سيجري. المقاهي روح المدن، وناي روح اللاذقية التي انطلق منها
نحو الكثير من الشغف والفن. أنا تعرفت عن نضال من فترة بعيدة، يعني بالتسعة وتسعين بحسين البحر بذكرى رحيل سعد الله والنوس، كان عم يعمل هو المقهى الزجاجي، وأنا بنتي كانت عم تغني، شمس كانت عم تغني هنيك، فالتقينا هنيك وبلشت العلاقة من التسعة وتسعين، أنا عمرها بس 20 سنة يعني. بس نضال حدا استثنائي، أكيد الكل رح يقولوا أنه حدا استثنائي يعني، لأنه هو فعلا استثنائي مع الكل، بس يعني بيكفي أنه هو الوحيد اللي اجتمع عليه السوريون، معارضون وموالون ومختلفون ومتفقون، كلهم اجتمعوا عليه بالأزمة. يعني هذا النضال السيجري يعني يستحق لقب السوري النبيل، يعني فعلا يستحقه بجدارة. علاقتي فيه فجأة كيمياء طبقت، فبلشنا صرنا يعني إخوات، أصدقاء، أولاد عام، نتسكع بالشوارع مساء سوا، نتلتم حتى بتعرف، لأنه هو عرضة دائما للتصوير وما التصوير. وعلى فكرة بحياته ما قال حدا في عز مرضه بيعتذر عن أنه يتصور معه. علاقتي بنضال جمعتنا فكريا ثقافيا ونفهم على بعض. والحقيقة أنا طلبته لنضال ليجي على اللاذقية ليعمل مسرح، وبقيت شي 3-4 سنين لأقنعه، كان له رأي كتير سلبي بمسرحية اللاذقية. بالفترة الأخيرة اقتنع وقال لي إنه خلاص رح نحط مشروع نشتغل عليه باللاذقية، ما له علاقة بالعمل المسرحي اللي ممكن ننجزه، له علاقة بقضايا أخرى إذا بدك بقدر بحكي لك عنها بالمسرح، هي كيف نكرس تقاليد مسرح في المدينة أكثر مما كيف ننجز مسرحيات. عرفت كيف؟ مثالا على ذلك، ممثلة مهمة جدا جدا تأخرت 5 دقائق على البروفا وزيحت من العمل. هو ما بيحبها كثير وبده اياها، بس هو بده يكرس تقاليد مسرح. نضال اجى على اللاذقيه بمهمه تكريس تقاليد مسرح تؤسس لمسرح قادم بيشيلوها الشباب اللي اشتغلوا معه، وخاصه بالمسرح الجامعي. بالمناسبه انا ولا مره ما قلت انه نضال مات، ولا مره ما قلت الله يرحمه، ولا مره ما قلت الراحل او المسافر او كذا، انا لهلا بتعامل معه كانه حي. يعني بتعامل حتى مع هالحكي اللي بتحكيه انت وبحكي عن نضال وكأنه حي بالنسبة لي. نضال، نضال مجبول من عجينة استثنائية جدا جدا جدا. يعني أنا إذا بحكي لك بعض الحوادث اللي بتصير، يعني تصور قبل ما يتوفى ب48 ساعة حكت معي سندوس أنه نضال صحي من المورفين، طلعوا أنت ومها زوجتي وبنتي وكذا، بنت زوجتي مقربة ما كانت تطلع، طلعت بنتي فرح صغيرة معي، نحن وصلنا بلش يكتب شو صار بوظيفته، بقيت 48 ساعة. قلت له خلاص عمو أنا جاي أزورك، قال لا بدي أعرف شو صار، حكيت فلان الفلاني ما رأوا اسمه، قال لا بعت له، لك يا نضال شبك يا نضال على فراش الموت وعم يسعى ليقدم خدمة لحدة بالنسبة له بيعني، يعني شغلة مجبول بطريقة خرافية، يعني شيء لا يصدق. نضال عن جد، ما لأنه صديقي وما لأنه الكل أكيد حكوا نفس الحكي، نضال حالة خاصة شاذة استثنائية غير مألوفة. لذلك هلأ كم فنان رحل بعد نضال؟ رحلوا عشرات، ومع ذلك نضال حاضراً حاضراً كل سنة كل عام بذهن الناس، ليك موجود بالقهوة، موجود بمحلات كتير. وليام هداك اليوم ابنه أنا عم شف له فيديو طالع على ستيج وعم يحكي، انشرح قلبي، حسيت أنه بس لو كان نضال موجود مثلاً أنه يتفرج على وليام شو عم بيعمل، صار شاب صار كبير. نضال كان يشتغل على البنى التحتية للعلاقات، لذلك ما كان مفوش حاله مع الناس. يعني انت ما بتحس انه عم يقدم خدمة لحدا. يعني احدى المرات طالعين انا وياه على السمرة لنشوف لوكيشن، قام اتصل فيني احدهم، ما بعرف اذا بدكم تخلوه بدكم تشيلوه، قال لي شو صار بال50,000 اللي قلت لي اول شهر بدك تعطيني اياها، وهذا الاحدهم هو عديلي. قام مجنبا عم يسمع شوي، فتح لي التابلو في شيء 3-4 مليون، قال لي خذ اعطيه لهالكذا لك. لك يا نضال اسا باقي بكره، انا برات البلد هلا برجع بعطي. يعني بتحس نضال شغله غير مقبوله، يعني ما حدا بيعمل اللي عمله نضال قولا واحدا، بيعملوا شيء 30-40% منه، بس في شيء 60% من اللي قدمه نضال للي حوله وللي بيعرفون ما حدا عمله غير نضال. قوم نطلع فوق، خلص قوم نطلع، في شغلات لنضال مهمه خلينا نشوفها فوق اذا بدك. يعني كيف كان نضال وقت كان يختلق كثير خنقه، يحس ان الدنيا كلها ضايقه فيه، يلفي لعند الرجل انس كان صديقه كان سره، يحكي له شغلات احنا ما بنعرفها، يحكي له شغلات يسر لي اياها، وهون العينتين كان كتوم كثير، يعني ما احسن لهم منه شيء، كان يسر لانس اكثر من اي انسان على وجه الارض، وكل اصدقائه بيعرفوا انه بيسر له لهم، كل واحد منهم بفكر انه سر له لحاله. نضال كان حبيب الجميع،
سبحان الله خانته هيك كان تسوي فيه يلفي هون كان مقعده كرسي يحب عند أنس ينبسط. سلام تسلام سلام. هلا هذه من الصور من المجموعة اللي حكيت لك عنها، هيدي الصورة مع جابو الموسيقي والملحن والمغني وبنتي الشمس ونضال، كان عاملين فيلم بجابو طلعوا على المسرح بتكريم نضال، ولما غنوا الغنية المحضرينها وهدوها لنضال، نضال كان عم يبكي. هيدي بعيد ميلاد عنا بالبيت، بعيد ميلاد بنتي فرح، كمان نضال نزلوا دموعهم. هيدي كتير مهمة هيدي الصورة، هيدي الصورة قدر يحصل على عنوان أستاذه بالابتدائي ودعاه للتكريم، والأستاذ إجا وكان نضال بلحظة يعني أكيد كان بيشتريها بملايين إنه شاف أستاذه، وكمان كانت دموعه نازلة وأستاذه كمان نزلت دموعه نازلة. هيدي إلى قصة هيدي الصورة. أثناء التصوير بضاعة ضايعة بالجزء الثاني بلحظة تعب نضال كتير وراح صوته تقريبا، فطلبنا له زهورات وقعد وشرد سرد بالبحر سردة، كان يسرد بالبحر ونضال سريد بحر. هيدي القصة حكاني نضال كان بفندق زنوبيا، قال لي اطلع، قال لي هيك طبعا اطلع نشرب فنجان قهوة، قلت له انا لا انزول انت لا اخذك لمحل حلو، قام قال لي لوين بدك تاخذني؟ بدي اخذك شو بدك نزول؟ نزل طلعنا بالسيارة، قال لي لوين؟ قلت له ابن هيني، نحن بنسميه ابن هيني رأس ابن هاني، ما عم نحكي ولا كلمة، عم بيسوق السيارة. وصلنا هنيك خلال ربع ساعة قعد نضال وسرد هاي السردة، قمت انا اخذت شك صورته، رجعنا على القهوة باختصار طبعا فرجيته اياها، قال لي هي هي، قلت له شو هي؟ قال لي هي كل القصة، قلت له شو يعني؟ قال لي خليها لبعدين، قلت له لأيما؟ قال لي بعدين بعدين، قلت له تموت يعني؟ قال لي خليها لبعدين. وهي الصورة لم يجرؤ أحد على تعليقها، أعطيتها لسندوس قلت لي إذا بتريد خذها، لأنه حكيت لي شو صار ما بخرج ما عم بقدر يعني ضبطها وحطيتها على جنب ما تقدر تطلع فيها وأنا ما قدرت أطلع فيها. ما بعرف لمين هديتها بالآخر، يمكن لليس أو لشي حدا. كسرت ظهري يا نضال حقيقة، يعني هذا الكلام قلته على القبر إنه انكسر ظهري بغيابك، كنت سند وكنت ظهر وكنت أخ وكنت مؤتمن على كل شيء. نضال بتمنى كنت لو قضيت معنا بقيت هاي الأزمة، لأنه كان لك دور كتير كتير إيجابي، وأحياناً بحس حالي إنه منيح اللي ارتاح من هالمشاكل اللي دخلنا فيها من نفق لنفق ومن نفق لنفق وما عم نخلص. نضال أنت برأيي تستحق لقب السوري النبيل، فعلاً تستحق أن تكون سورياً بامتياز وأن تكون مثالاً أعلى لكل الناس لكل الفنانين، إنه هيك بيكونوا البشر، هيك بيكون الإنسان أكثر ما يكون الفنان. نضال أنت ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني أنت بتعرف قديش بالنسبة لي أنت وقديش في خصوصيات من الصعب جداً أني أقول لك ياها. الخصوصيات مع مين صرت بدي كفيها؟ ما بقى شفت حدا بعد ما رحت أنت لكفي الخصوصيات اللي ما انتهت بيني وبينها، الأحداث اللي كنا نحكي فيها، التحليلات اللي كنا نحكي فيها، لك الثرثرة والتسكع والحكي الفاضي والضحك والجنون والشرب، كله اللي كنا نعمله ما شفت حدا بعدك كفي معه يا نضال. كسر الظهر يا نضال. عرف الحب للمرة الأولى حين أغرم بمعلمته وأحب كذلك عريفة المدرسة. كانت طفلة جميلة في الصف السادس الابتدائي وكان هو في الصف الرابع. اقتنع بأنها لن تلتفت إليه لصغر سنه، فكر ثم قرر بأن يجمع عمره مع عمر صديقه ليصبحا أكبر منها ويحباها معا. ذهبا وأخبراها فأسعدها ذلك. أسر لنا مرة بأنه لو لم يكن ممثلا كان سائق شاحنة أو بحارا، مهنتان لهما علاقة بالسفر والمغامرة والبحث عن حياة أخرى في أمكنة أخرى. لكن من علمه القيادة ظل قربه إلى أن لفظ النفس الأخير. اختار أن يعتلي البحار من شاهق الصخر يتأمل ويستذكر ليقول: هذا البحر بذكرني أن أنا كيف علمته لنضال السباحة. نضال كان طفل، رغم أنه رفقاتي كنا كبار شوي نحن، فالوالد أصر أنه خذ معك نضال، نضال صغير يعني ما خرج يروح معي أنا كبير، بدك تأخذ معك نضال، أخذه يعذبني، بس علمته
وصار سباح. نضال علمته السواقة صار شوفير. نضال هو صغير بس رفيقي، بعد ما كبر صار رفيقي كتير. يعني نضال رافقني منيح ومشي معي فترة لا بأس فيها. نضال كانت طفولته رائعة، مع العلم كان هو حاسس بحاله انه هو اكبر من طفولته. هو طفل بس كان كبير، كان يفكر، عنده فكر، في عنده هدف، في شيء براسه. يعني نضال الحقيقه تعبنا من حيث المسرح. نضال كان طفل نروح نجيبه بالجاري من المسرح الثقافي. نضال صار الساعه 8 9 وهذا الحكي ممنوع عنا احنا. في طفل يضل مثلا للساعه 7 و8، فالوالد واحد منكم يروح يجيب اخو نضال. وين نضال؟ بالمسرح. وين نضال؟ بالمسرح. فنضال هي هذا المسرح بدمه، ولد معه يعني بالفطره. نضال فنان ممثل مسرحي بالفطره، هيك خلق الله، هيك خلق كونه هيك. كل ما ولدت امي نفرح، كلياتنا نفرح، الكبير والصغير يفرح، كان لنا اسبابنا. يعني ليه نفرح؟ مثلا نفرح، انا والدي كان موظف حكومه، وبتعرف كان في راتب للمولود ومكافاه 100 ليره مكافاه ولاده بالاضافه ل 25 ليره راتب شهري. فنفرح انه زاد الراتب وزادت معونتنا ما شاء الله، فهذا كان يسعدنا. الحقيقه هو كان في فقر ولكن في سعاده، في حب حقيقي. كنا نحن نجي لهون على هذا الموقع، يجيبنا الوالد كل يوم جمعه، يجيبنا ويشوينا ويدللنا. ما كنا نشعر بهذا الفقر، نحن كنا كثير مبسوطين على الفكره. ونضال كان له وضع، له ميزه، كان بيرسم شيء او بخطط شيء لنفسه. سبحان الله، يعني الظاهر كان عين قلبه مفتوح بالافق. كان نضال يحلم حلم انه يكون ممثل، حلم انه يكون نجم، حلم انه يكون فنان في كل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. ونضال فعلا اثبت جدارته لانه هو ولد فنان. ولكن قبل ما يكون فنان نضال انسان. نضال اللي بيميزه انسانيته الحقيقه. نضال انسان من الداخل ومن الخارج. نضال ما حدا بيشبهه. انا ما شفت حدا بيشبه نضال باسلوبه، بعطائه السري، عطائه المخفي اللي ما ولا يمكن حدا يعرف فيه. نضال اللي بيعطيك بدون ما تشعر انه انت محتاج. نضال اللي بيعطيك بدون ما تطلب. كان احساسه مرهف، احساسه راقي، احساسه عالي. نضال ميزه حتى بحياتنا نحن كأخوة له. نضال كان ميزة بحياتنا الحقيقة. أنا أكبر منه ولكن تعلمت منه الحقيقة، تعلمت منه أمور كنت بجهلها. نضال صبر حقيقة وتعب واجتهد. نضال عنده 1800 كتاب مقروءة. نضال قارئ من الدرجة الأولى. نضال قارئ 1800 كتاب عالميين، يعني ما ولا يمكن يمر يوم عليه إلا ما يقرأ. القراءة كانت بدمه من لما كان طفل، عنده هواية القراءة، يقرأ للعمالقة لشكسبير وأمثاله. فنضال كانت طفولته الحقيقة حلوة وجميلة، مع أنه فترة معهد نضال تعب كثير، تعب. يعني كان الوالد يحول له مبلغ من المال، يعني يمكن أجار الغرفة بس، وما تبقى هو يتكفل بحاله. وضل يشتغل بالشام، جاهد، تعب، سوى حاله بحاله، وضل ما حد له فضل عليه. وضل ما حد له فضل عليه أبداً. وضل إنسان مجتهد، ولكل مجتهد نصيب. الحقيقة أنا نضال وجعني مثل ما نوجعوا كل السوريين عن نضال. نضال أوجع الجميع الحقيقة. كان رحيله صدمة، أوجعنا حقيقة، ولكن نضال ما زال من خلال صوته وأعماله وإنسانيته في الذاكرة. نضال ما بينسى. نضال أيقونة وحرف لا يقرأ. نضال من نوع اللي صعب
صعب نسيانه، صعب نضال صعب نسيانه، مواقفه، رجولته، رجل بكل ما تحمل هذه الكلمة معنى نضال رجل. يعني في إحدى المرات أنا سألته سؤال، طبعا بآخر حياته الله يتغمده برحمته، أنا رحت عنده على الشام قلت له يلا ننزل على اللاذقية، ننزل على اللاذقية يعني ما قادر يستقبل حدا، هو تعب. قعدنا معه 40 يوم لنضال نحن. أنا كنت أطرح عليه كثير أسئلة، مع العلم كذا مرة قلت تعال تصور معي، أنا ولا مرة تصورت معي نضال، ما قادر، لأنه بعرف إنه نضال محفور بقلبنا، محفور بعقلي وبقلبي، ولذلك أنا ما لي ولا صورة مع نضال، ما لي ولا صورة معه. فسألته سؤال، قلت له نضال أنت خايف؟ ابتسم، كتب لي أنا في قلب الله، أبكاني، أدماني. عم سأله أنت خايف؟ نضال لأنه حكيته فترة يغيب ويرجع يصفن، كيف كنا نسميه؟ الجوكر بالعائلة، الجوكر بين أصدقائه، الجوكر بالوسط الفني. نضال كان مصلح، سباق للخير الحقيقة، ولذلك فقدانه الحقيقة أثر علينا كثير كثير. كان أبوي موظف وكان يعيل 14 شخص، 13 ولد والأم، إحنا كنا 14 بالبيت، وأبوي والدي صرنا 15، وكان هو موظف يقبض 100 ليرة، ومع كل هذا كنا مستورين وعايشين ومبسوطين، وكله درس، الكل كان يدرس والكل كان سوي ومناح، يعني ما طلع عنا واحد مثلا من الفقر انه شز على القاعدة، لا لا لا، كان أبوي كتير حريص. طبعا الوالدة الله يرحمها كانت أخذة عمي قبل والدي، توفى وعنده 6 أولاد، فنحن بعائلتنا ما منفرط بالأولاد، هيك عادتنا نحن، أولادنا أولادنا يعني. فأبوي أخذ أمي ومعه 6 أولاد، وهو أصغر منا بخمس سنين، وجابنا نحن 7، صرنا 13 وهي 14 وهو 15، وعيشنا عيشة الحقيقة لائقة. نحن سلالة، نحن أشراف حسب ونسب، حتى كلياتنا معنا شهادات الحسيب النسيب. نضال سيجري أبا عن جد، يعني احنا أصلنا من قلعة سيجر اللي عاش فيها أسامة بن المنقذ اللي هو أحد أجدادنا يعني، ونحن هذا نسب بشرفنا الحقيقة يعني، وكلياتنا معنا بطاقات نحو البطاقات الحسيب النسيب الشريف فلان جميعنا. نضال ما كتير كان يكترس هاي الأمور يعني، بقول لك أنا بمثل نفسي يعني، وكل واحد منا بمثل نفسه الحقيقة يعني، إحنا بأخلاقنا بآدميتنا بأسلوبنا بطيبتنا، فالناس بتحبنا يعني. أول تجربة سواقة أنا اشتريت له سيارة الحقيقة من مال، إجا قال لي صار معي حق سيارة، اشتريت له سيارة جيب صغيرة، وعلمته عليها على طريق الشاطئ، علمه ودربه كذا، يضرب بالحيط يضرب بالرصيف، المهم قوي صار منيح، يروح يجي فيه على الشام، عذبني شوي بس مخه نظيف تعلم، يلي اخ لو هي شحن احلاها، كان يحب التريلات يحب السيارات الكبيره، ليش اللي بالساعة اكثر، بحب يجيب اولاد كثير وحطهم كلهم فيها. فتعلم السواقه نضال يعني بدايه حياته، وبعدين بدلت له اياها على سياره فولكس فاجن، طلعت باكثر مسلسل معه هي والجيب، صوروا كثير مسلسلاته يعني، وبعدين العاطي الله يعني يعطيه يبدل السياره كذا، كل ما له يعني يدور على الافضل والاحلى والاجمل. بالنسبه لويليام وادم يعني هن بالاخير اولادنا يعني، وانا كل سنه بيجوا بصيفوا عنا يعني، بيجوا انا ما بخلي محل، هو انا وياهم على المسبح، بنروح على المطعم، بنروح على الكفتريات، هذول احبابي يعني، يعني هن بيعرفوا قد ايه انا بحبهم، قد ايه هن بحبوني يعني. انا مبارك انا بحكي معي ويليام مبارك، اللي عمو اشتقت لك نضال، انت بتعنيني كثير، نحن على العهد والوعد لن ننساك ما حيينا. نضال انت محفور بالقلب جوا، ونحن بنحبك، صحيح كان عمرك قصير ولكن تركت الكثير والكثير، نحن ما بننساك من خلال الذاكره
ومن خلال أعمالك ومن خلال إنسانيتك، بس دائماً نطلب لك الرحمة والمغفرة. أنا برأيي إذا كان عندك هفوة ما فأكيد الله راح يغفر لك إياها بإنسانيتك، لأنك إنسان ومعطاء. أكيد أنت ما بتنسى، أنت أيقونة وأيقونة بيت السيجري حصراً. بحبك أنا، الله يتغمدك برحمته. اسمي هي أحمد فاس سيجري، صف التاسع، عمري 15. كان نجي ياخذنا مشاوي مع أولاده آدم وليم، ونروح مشاوي نروح على البحر. التشيع اجوا زملائه، اجوا محبينه، اجوا يعني اجوا الناس اللي بتحترمه وشيعوا ونزلوا فوق الوالدي. اجت الأنسة شكران من شيء بعد العيد، اجت الأنسة شكران هي ومع موكب من الشباب والأخوة اجوا زاروه، واجا ضابط برتبة مقدم كمان سألني عنه كمان زاروه. حاجز المقبرة كله بيجي بيزوره يوميا، عنده زوار يوميا بيسألوني. اجت مرة من كام يوم قالت لي بدي قبر الأستاذ نضال بعد المغرب، قلت لها يا أختي، قالت لي بدي ما بروح بلا ما شوف قبر المرحوم نضال. أما هوسه في المسرح فقد جعله يجول المحافظات السورية بسرعة ساحقة، يبرمج أوردرات التصوير التلفزيوني على مزاج البروفا المسرحية في كواليس المسرح الجامعي في اللاذقية، لدرجة أن القدر عجن له سيارته بحادث مريع خرج منه. أشعل سيجارة وابتسم لأنه ما زال على قيد الحياة. علم في مسرح اللاذقية الجامعي حشدا من الممثلين أصول المهنة، وأنجز معهم عروضا مدهشة، وعرف كيف يحرث وجدانهم فتعلق رائحته الفواحة على ياقات قمصانهم يستنشقونها كيفما استداروا. بالأيام الأخيرة جاء قاعد هون باللاذقية، هو بالسبع سنين الأخيرة كان يتنفس اللاذقية، كان يروح يصور يغيب يوم يومين ثلاثة، يتصل فيني، فينك تجمع الناس اللي فيني، يجي بعد ساعتين ونص من الشام لهون، ساعتين ونص يكون هون، يجي لهذا المكان. الأيام الأخيرة قاعد ببيت أخته، بعت وراي قال لي بدنا نشتغل. كان بالفرش، حاولت انه اوضح له انه هو طبيعي فينه يشتغل فقال لي كان يكتب لي كتابه بدنا نشتغل. جاهز؟ قلت له جاهز. بدك تجيب لي كذا بتسوي يكتب لي وانا فورا. احيانا وصل لمرحله انه يكتب الجمله فانا اكمل له اياها. انا صار يعني انا كان صار لي سبع سنين بشتغل انا وياه، وصلت لمرحله انه انا بدون ما يحكي نضال افهم عليه شو بده. فكان كثير سعيد لما كنت انا ورغدة عم نكمل الشيء اللي يحكي. اشتغلنا شي حوالي 10 جلسات تقريبا. كان حاسس حاله انه هي اواخر ايامه. حكينا عن الموت، حكينا عن كل شيء، وكان يحكي اكثر شيء عن الشغل. بالايام الاخيره كان يكثف جلسات الشغل، وفجاه دخل باللحظات الاخيره. كان كتير لما كنت اشتغل معه كان يقول لي شو كيف انت كيف تشتغل، ما كان يفكر بشيء الا يلاقيه قدامه مباشره. فلدرجه انه هو وصى انه جنازتي ما حدا له علاقه فيها غير هاشم.
كان عنده مشروع اسمه مشروع مسرح الشباب، هذول الناس المظلومين اللي ما حدا بيشتغل فيهم. نضال جسة يعني حاول انه كل المرحلة الأخيرة من عمره انه يشتغل على هذول الناس. خرج من هذا المكان مجموعة من الفنانين اللي في منهم صاروا نجوم دراما سورية. كان عاشق بعطيل. انت يعني بدك تحكي، بدك تشوف. انا قريت الوصية تبعه، الوصية اللي مخربش شوي بخط ايده، بعدين جايب حدا كاتب له مبيض له. فكان من ضمن الوصايا وصايا المسرح اللي هي كانت لي انا شخصيا، كان مأمني انه كمل عطيل بنفس الاشخاص لانه نضال سوري، سوري بكل معنى الكلمه، لانه هو راح بكير كتير. بكير ولو نضال بكير كتير. كان عندنا شغل كتير بنسويه. كان ما كنت تقلي دائما انه لازم يكون اليوم 48 ساعة، ما بيكفيك 24؟ يا ما قايلة لهي الجملة يا نضال. لك كيف تركت ورحت؟ كيف؟ الله معك، الله معك. بس ليك نحن عم نشتغل لسه مثل ما تركتنا بالضبط. هو كان يقضي معنا وقت كبير هون، يعني صراحة نحن كنا بنعرف إمتى ندخل على البروفا، بس نحن ما كنا بنعرف إمتى بنطلع. يعني أحياناً تمد البروفا 8-9-10 ساعات وصلة واحدة ونحن قاعدين بنفس المكان. اشتقنا لك، كلنا اشتقنا لك هذا المكان، اشتق لك. اشتقنا نقعد ونسرد ونحكي وناكل، وحتى ناكل بهادل منك وتتمسخر علينا احيانا. اشتقنا لكل هاي التفاصيل اللي كانت تجمعنا بابو اليوم، كثير اشتقنا لها. في كثير مواقف جمعتنا بنضال، بجوز ما كانت مفرطه في الضحك بس كانت جميله وكانت ممتعه. نضال كان يحبنا لانه كنا نحب بعض. كان عنده مشكلة أساسية لما يشوف اثنين ما بيحبوا بعض. كتير لحظات استفزني فيها وعصب فيها. وأحياناً نكون عم نعمل بروفات ما قبل العرض اللي هي البروفات الجنرال، يقلنا ما في داعي تزعجوا حالكم بالإحساس، أنا عم بعمل بروفا تكنيك مع إضاءة. فنكون مثلاً بصدى أنا وحسين ونجاة، وحسين فكاهي جداً فيحكي حدث فنحن نضحك فيبهدلنا نضال. بزمانه انحكت قصة قدامك بحثت من الضحك فيها، قلت لي أمانة بس يعملوا معك لقاء على التلفزيون احكيها لها القصة، رح احكي لك هاي القصة ولشوف معك لوين بدها توصل. بتذكر لما حكى لك حسين عن قصة الشمينتو واني انا موظفة بالشمينتو وكان عندي عرض مسرحي وعم حضر حالي بالكواليس. تجي إحدى زميلاتي موظفة معي، هي بنت ضيعة بسيطة وطيبة كتير كتير، سألت عني ومبسوطة إنه رفيقتها ممثلة. قالت لهم وين رغدة جديد؟ قال لها ليش مين أنت؟ قالت له أنا رفيقتها بالشمينتو. فإجا استلمني 10 بلدي وكككككك بالله العظيم وحط إيده هيك على صدره، أماني بكرة بس ينعمل معك لقاء على التلفزيون ارجعي احكي لها هي القصة. تفضل هي حكيتها، ان شاء الله تكون مبسوط. انا شايفتك لما عم تضحك وكيف بتضحك وكيف تعمل هيك. الله يرحمك، المكان له وحشه الك، وانت واحد ما بتنتسى مهما مرت الايام واجت الاجيال، ريحتك لا زالت بالمكان. نضال ما خسرنا، انا بقول بالعكس، نضال الزخم اللي اعطانا اياه وكميه المحبه والفرح اللي اعطانا اياها بتكفينا اسا سنين وسنين وسنين وسنين. نضال سلام لإلك يا نضال، سلام كبير مننا. بحبك وبعرف هلأ شايفنا ولساتها ريحتك بالمكان عنا. على فكرة أحياناً بخاف إجي لهذا المكان لأنه بتصيبني حالة ما بعرف شو هي.
اختفت نبرته العالية أولا إلى وشوشة خفيضة، ثم تلاشى الصوت تماما، فاخترع في آخر أدواره التلفزيونية لوحا أبيضا وقلما وممحات لعنة الحياة الشديدة. قال له الطبيب: عليك أن تصمت من 8 إلى 12 شهرا، لكنه كان على موعد مع الجناح الثاني من النجاح المحلق في ضيعة ضايعة الجزء الثاني. قصد وطنه المستأجر، الغرفة 103، الحميمة في فندق زنوبيا في اللاذقية، حيث لم يقم إلا فيها. بكى حتى تبلل اليباس في آخر مطارح روحه، وقرر أن يكمل الدرب ولو كان في نهايته موت محتم. ماذا يفعل ممثل اخترق السرطان حنجرته على مهل؟ الأوتيل من أول ما فتحناه كان أحد السياسات تبعنا هي الحميمية، يعني كنا نركز على كلمة الحميمية، يعني أوتيل حميم. هالحميمية يمكن نضال استطاع أنه يحس فيها يمكن أكثر من غيره. هو عمليا نزل بكذا غرفة بالأوتيل، مو هي لحالة يعني، بس بالآخر اختارها أنه هاي الغرفة بدي إياها إلي. كنت أشعر هالغرفة بالذات كانت مو مكان للنوم فقط، يعني كان يقضي فيها ساعات طويلة غير النوم. أحد المرات دخلت عليه الغرفة، كنت أوقات نلتقى بالغرفة ندخن سيجارة نشرب قهوة أو شيء، مرة لقيته عم يبكي بالغرفة إنه أنا بدي مكان فرغ فيه شيء ما فيني فرغه، لا ببيتي ولا بمحل تاني، بس هون بشعر شيء معين قدرت أبكي، كان في سبب للبكاء وقتها. نضال شخص عنده قدرة حب هائلة، وكان أي حدا يتعامل معه يحس إنه هو بيحبه. كل شيء يتعامل معه نضال كان يحبه، كان يحب الكاسة، كان يحب الفنجان، يحب أي شخص، يحب شحاد بالشارع يشوفه مثلاً عيط له أسعد يحمله لو ولد صغير. كان عنده محبة كتير، يعني عنده إشعاع من الحب هائل كان نضال. يمكن هذا هو السبب، العالم كانت تشعر بمحبته. يعني مو بس أنا، هالولد الصغير اللي عم يجي يطلب يتصور صورة معه، مو لأنه بس الولد الصغير بيحبه، كان هالولد الصغير يحس إنه حتى نضال بيحبه رغم إنه ما بيعرفه. هالإشعاع وهالطاقة الحب اللي عنده إياها كانت هائلة. كلمة واحدة كان هو دائما يرددها ويكتبها بكل الرسائل والاس ام اس، كان دائما ينهي أي كلام بكلمة بوسات. بوسات لألك نضال. خليل وجدانه وصاحب الأيام الحبلى بالمفاجآت، يوم الفراق اتصلنا به فرد بعد 7 محاولات. كان يزأر كأسد جريح، يبكي مثل لبوة أصيبت بمقتل. قال جملة واحدة: أيها الشتات، تمهل، نريد أن نلقي نظرة أخيرة على جثث بعضنا ونحن نرحل، كزر ثوب يسقط على الرمل. أنا ميال دائما لما نذكر نضال الله يرحمه ونذكر لحظات الفرح والشيء الجميل، لأنه هو كان محاط بالفرح دائما، وكان عنده هذه الملكة السحرية العجيبة، لأنه بيسخر من كل شيء بمنتهى الطرافة. عنده القدرة أنه هو تماما يخلق البهجة والضحك والمفارقات اللطيفة المضحكة، حتى فيما يتعلق كان بشأن مرضه. يعني هو عنده من القوة كان والطرافة والتوازن ما جعله حتى يسخر من مرضه. يعني غريب كان نضال كيف بيقدر يطلع تفاصيل طريفة وجميلة ومضحكة ومليئة بالفرح. يعني هو رجل فعلا بشع فرح، كيف ما كان يمشي كيف ما كان يتحرك. نضال كان متوازن، كان فهمان، يعني فهمان تماما يعني الحالة اللي نحن فيها، برغم كل السواد اللي كنا عم نعيشه، وبهذيك الفترة كمان كانت قصة أسوأ من هلأ بكتير. كان دائما عم يقول لابد من التمسك بأمل، أمل
يعني أمل أنه يوما ما تتحسن الأمور. كان متألم جدا أنه حتى مرضه وفترة الكآبة شوي اللي مر فيها خلال مرضه متزامنة مع فترة كلياتنا عم نعيش فيها هذه الحالة الكآبة بسبب الحالة السياسية والحالة الإنسانية اللي عم يعيشها السوري. حدا فعلا كان هو مختار، مختار بالوسط الفني، يعني هو كانت الناس تلجأ له لأنه عنده هذا الحس الإنساني، عنده الحس دائما بالحق بالعدالة. رجل حساس جدا كان الله يرحمه نضال، يعني حساسيته مفرطة، هذا الشيء كان يؤلمه أحيانا بس كان يخبي. وأحيانا كتير أنت بتعرف أنه ممثلين الكوميديا أو الناس اللي بيشتغلوا كوميديا أو اللي حس النكتة عندهم عالي بيخبوا على آلامهم بجوز أحيانا أو همومهم أو أوجاعهم بحالة النكتة. نضال من هدول الناس. أنا بعرف أنه أجمل ما كنت تتطلع إليه أن تقف الحرب في سوريا وتضع أوزارة وينتهي هذا الكابوس البشع الذي يستمر من سنوات. بتمنى يا نضال فعلا يجي هذا اليوم اللي نشوف فيه سوريا بكل زواياها وبكل بقاعة بلد آمن جميل، السوريين عم يرجعوا لسوريا. أنا بعرف تماما أنه بهذا اليوم روحك رح تكون عم تضحك ومسرورة جدا. نضال سوري ابن بلد، وانت دائما كنت هيك، وانت دائما كنت تعطينا هذا الدافع لنشتغل كسوريين، كمحبين لبلدنا، كناس تؤمن بهذه الأرض، برسالة سوريا العظيمة. إن شاء الله يجي اليوم القريب جدا لنشوف فيها سوريا بلا جراح وبلا أوجاع، لأنه أنا بعرف تماماً قديشك أنت رح تكون سعيد. الله يرحمك يا صديقي، اشتقنا لك كتير، اشتقنا لضحكتك، اشتقنا للنكت اللي كنت تعملها، اشتقنا لكل اللحظات الحلوة اللي كانت تجمعنا. نضال سيجري أبو وليم، حالة من الفرح لا تنتهي. نضال دائما موجود بكل الجمعات اللي كانت فيها ابتسامة، فيها ضحكة، فيها طاقة إيجابية. نموذج لابن الحياة نضال سيجري اللي هو متفرد، ما فيك ما تضحك لما تشوفه، ما فيك ما تفرح لما بيسلم عليك. أول شيء بيخطر لك أنه تحكي له شيء ضحك، تحكي له شيء فرح. دائما لازم تنقله الأخبار الحلوة لأنه هو هيك كل عمره، دائما هو يسعى للسلام، يسعى للمحبة، يسعى للنجاح، هو صديق الجميع. كلام كتير بينحكى عن نضال الله يرحمه، ابن المسرح. نحن اشتغلنا مع بعض بمات 3 مرات، وبتذكر كان في كلمة يقولها كانت تضحكنا كتير لما يقولها، كان يقول الموت بشع، الموت بشع. فضمن السياق كانت تعمل افيه للجمهور، يعني تترك انطباع غريب منه. حتى باللحظات المرض القاسية جدا اللي ما كان يقدر يحكي فيها شارك بأعمال، شارك بلوحات، استعمل أدواته الأخرى، استعمل عينيه، التعبير بالوجه. كان سعيد لآخر يوم بحياته، يمكن ينشر السعادة بس بينه وبين حاله. أكيد هو كان حزين، كان أكيد كان عم يبكي، لأنه واحد بيحب الحياة مثله صعب إنه يفارقها بسهولة، وخاصة إله محبين كتير. الحكي عنك ما بيخلص نضال، الحكي عنك ما بيخلص عن جد. بسنعود بعد قليل، كنا بآخر رحلة سوا بهذا العمل، هذا المشروع،
بتذكر كنت شفته قاعد بطاولة الاجتماعات اللي كان يتم فيها التحضير كل يوم للتصوير، كان قاعد لوحده، تركته وما كنت شوش عليه، شفته صافن ويا ريتني شوشت عليه، لأنه بعدين رجعت لقيت ورقة متروكة على الطاولة كاتب عليها شكلها القصة خلصت ما بقى في نتيجة، وكتب النهاية وكاتب تحتها باي. احتفظت بالورقة لفترة طويلة، بعدين بلحظة غضب ما بعرف شو عملت فيها. على كل الأحوال هي الدنيا، هي رحلة ترك فيها بصمة كبيرة، إن شاء الله نقدر نترك بصمة نحنا مثله، ترك بصمة كتير كبيرة على صعيد الفن بالمسرح وبقلوبنا. هكذا هو الحضور الخفيف لرفيق دربه والشغوف بروحه، تنازعا الطيبة بمكان واحد وتقاسما وجدانيا شراسة الإنسان عندما يصاب بمقتل الظلم. سطرت طريقا موردا وإن كان للشوك مكان، فقد سرت والألم جعلك أبقى وأقوى.